راية المغرب على قمة أعلى جبل. أنا مغربي، اسمي ناصر بن عبد الجليل، أحب المغامرة، ففكرت في تسلق أعلى قمة في العالم، جبل إيفريست، ووضع الراية المغربية على قمة الجبل. أردت أن أصنع شيئا لبلدي في هذه الرياضة التي أزاولها. أعلم أن ذلك سيكون صعبا جدا، وفكرت في ذلك كثيرا قبل بداية الاستعدادات، فهذه مغامرة غير محسوبة المخاطر. لقد توفي عدد كبير من الناس على قمة إيفريست، والظروف المناخية هناك صعبة جدا وتتطلب استعدادا من نوع خاص. بعد أن استعددت في جبال تشبه إيفريست، ودعت عائلتي، فقالت أمي: اعتني بنفسك ولا ترمي بنفسك إلى المخاطر. إذا لم تتمكن من تسلق أعلى قمة في العالم، ارجع إلى بلدك، فالأهم أنك حاولت النجاح في مهمتك بشجاعة. لكنني كنت عازما على الوصول إلى قمة الجبل لتحقق حلم طموحي أولا، وللمغاربة والراية المغربية ثانيا. انطلقت من مطار البيضاء إلى لندن، ومن ثم إلى نيودلهي الهندية، بعد ذلك إلى كاتموندو بالنيبال. التقيت مع المجموعة الأخرى هناك التي تتكون من 20 فردا سيتسلقون معي إيفريست. قاومت التعب والإغماء والمرض والظروف الطبيعية القاسية، وصارعت برد القارصة وقلة الأكسجين لأجعل من راية بلادي الأعلى بين الأعلام، وأضعها على قمة جبل إيفريست. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.